قال المحامي المتأسس في قضية مصانع تركيب السيارات نجيب بطام أن محاكمة المتهمين يوم غد الأربعاء قد تشهد رفض وصولهم أمام هيئة المحكمة، وذلك بسبب غياب الدفاع الذي قرر مقاطعة جلسات المحاكمة. بطام أكد في تصريح لنوميديا أن المحاكمة ستكون مفتوحة أمام كل الاحتمالات. يمكن أن يحدث، ربما المتهمين سيرفضون ربما المحاكمة إلا بحضور دفاعهم، وهذا من حقهم، ويبقى الأمر تقديري للمحكمة. المحكمة بإمكانها أنه تأجل الملف مرة أخرى لتهيئة ربما ظروف أحسن للمحاكمة، وممكن متوقع أيضا أن المحكمة تمشي في المحاكمة على غرار ما حدث في المحكمة العسكرية عندما انسحب هيئة الدفاع المتهمين. كل شيء ممكن أن يحدث إلى الغد إن شاء الله.